السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا فيديو جديد، وهو لماذا لون الدم أحمر. بس قبل كده يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. المحتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة: 1، لماذا لون الدم أحمر؟ 2، مكونات الدم، ومنها رقم 1 خلايا الدم الحمراء، 2 خلايا الدم البيضاء، 3 البلازما، 4 الصفائح الدموية. النقطة الأولى، لماذا لون الدم أحمر؟ يتمتع الدم بلونه الأحمر الشهير، لكن يتروض على بال الكثير ما هو السبب الرئيسي لجعل الدم يتلون بذاك اللون. خصيصا يحتوي الدم على ما يسمى خلايا الدم الحمراء التي تعود باللون الأحمر على الدم، والسبب بذلك وجود بروتين داخل خلايا الدم الحمراء يسمى الهيموجلوبين، الذي يقوم على ربط جزيئات الحديد والأكسجين ليجري تفاعل كيميائي بينهما والذي ينتج اللون الأحمر. ويعتمد لون الدم على كمية الحديد الموجودة بداخله، بحيث عند تحكيل الدم بالكثير من الأكسجين يكون أحمر فاتح اللون، لكن عند التخلص من الأكسجين داخل الجسم يتغير لونه إلى الأحمر القاتم. النقطة الثانية، مكونات الدم. يعتبر الدم أهم سائل في جسم الإنسان، والذي يقوم على نقل الغذاء والأكسجين بين أجزاء الجسم، ويساعد بمحاربة الأجسام الغريبة في الجسم والتخلص من النفايات المستخرجة من الخلايا، ويقوم أيضا بعملية تنظيم حرارة جسم الإنسان. ويتكون من 4 مكونات رئيسية، لكل منهما وظيفة لا تقل أهمية عن الأخرى. الوظيفة الأولى، خلايا الدم الحمراء. تعد هذه الخلايا ذات لون أحمر فاتح، وهي من أكثر الأجزاء في الدم، إذ تشكل ما يقرب 45% من حجم الدم. تشبه الخلايا الدم الحمراء القرص المجوف بالشكل، ويتم إنتاجها بسبب إفراز هرمون يسمى أرثروبروتين في الكليتين، بحيث تبدأ دورة حياتها من نخاع العظم إلى مجرى الدم. وتحتاج كريات الدم الحمراء إلى 7 أيام في مجرى الدم حتى تصل إلى مرحلة النضوج، وتمتاز بعدم وجود نواة لها واحتوائها على بروتين الهيموجلوبين، الذي يقوم بعملية تحميل الأكسجين ونقله إلى أجزاء الجسم. رقم 2، خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء هي خلايا موجودة في الدم ومسؤولة عن مناعة جسم الإنسان، وتتواجد بعدد أقل من خلايا الدم الحمراء بكثير، إذ تشكل 1% فقط من حجم الدم، لكن تؤدي وظيفة مهمة في جسم الإنسان، بحيث تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يقوم بمهاجمة الأجسام الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات، والقسم الثاني يعمل على تنظيم العملية المناعية للجسم. النقطة الثالثة، البلازما. يعتبر البلازما السائل الذي تسبح فيه مكونات الدم، يتكون من الدهون والبروتينيات والأملاح وطبعا الماء. وتكمن وظيفة البلازما بالسماح لمكونات الدم وما تحمله من أغذية أو فضلات أو هرمونات وغيرها من التنقل بسهولة وحرية تامة داخل جسم الإنسان. النقطة الرابعة والأخيرة، الصفائح الدموية. الصفائح الدموية هي أجزاء من الخلايا، ووظيفتها الأساسية تجلط الدم، أي أنها تقوم على مساعدة الدم على التجلط عند تعرضها للهواء، وذلك لوقف النزيف في حال الإصابة وشفاء النسيج بوقت أسرع. لكن زيادة عددها في الجسم يؤدي إلى مشاكل صحية، ويؤدي نقص عددها أيضا إلى عدم قدرة على وقف النزيف في حالات الإصابة. وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معانا النهاردة. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.